وكان العشرات من الفلاحين وناقلي محاصيل الحنطة والشعير شكوا من امتناع سايلو الوائلية في محافظة نينوى عن استلام محاصيلهم الزراعية مؤكدين أنهم ينتظرون على أبواب السايلو منذ نحو شهر وطالب الفلاحون والناقلون الجهات المعنيه باعاده افتتاح ابواب السايلو ليتمكنوا من تسليم محاصيلهم خصوصا وان غالبيتهم تعرضوا لاضرار كبيره جراء الحرائق التي طالت اراضيهم ومحاصيلهم. مشكلتنا يا اخي صار لنا شهر واقفين. هنا صار لنا شهر واقفين نريد يسلم الحنطه ماكو. الفلاح تاذى. ومعاناتنا حيل تعبت يا لنا روحوا يا استلموا الحاب سايلو مخمور يستلم سايلو روفيا يستلم تلعفار يستلم, يستلم. اي هذا السايلو ما يستلم صار, 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 صار من الخميس ما استلم لو حباي اخر يوم الخميس الجمعه ما استلم خلاص ولحد هاي اللحظه الكتاب يقول تتوقف جميع السايلوات عن استلام محاصيل الحنطه شنو السبب ما نعرف وهي يعني ماكو سايلو يقف خلال 40 يوم والله قبل كنا لي 15 8 نبقى هسه 26 7 وما ما سوقنا يعني 10 15% روح 20% من كل المزارعين الموجودين والباقي بعده موجود